هاي مرحبا فيكم جميعا، ورجعت لكم بفلوج جديد. اليوم محضرت لكم شيء طلب مني كثير، اللي هو موضوع السكن بإمارة دبي. هل الأجارات غالية رخيصة؟ كيف بنقدر نلاقي بيت؟ الموضوع صعب ولا سهل؟ كل هذا حتلاقوه بقلب هذا الفلوج، مشان هيك بدي اياكم تتابعوا فلوجنا للأخير. وهلا خلونا نبلش حلقتنا، مشوا معنا. يا جماعة بدي فهمكم كذا قصة قبل ما نبلش بموضوع السكن. أول نصيحة بالنسبة اللي حابين يطلعوا على الإمارات وما بيعرفوا شو بدهم يعملوا، إذا أنتوا عندكم قرايبين رفقات حدا هون عايش، فيكم تتواصلوا معهم إنه تجوا تسكنوا عندهم قريب الأسبوع ممكن أكتر، لبين ما تعرفوا شو بدكم تعملوا أو تستأجروا، لأنه إجباري بدكم تكونوا ضايعين بأول فترة. تاني نصيحة، ما عندكم حدا يستقبلكم بالإمارات، فيكم تنزلوا 3 تطبيقات على موبايلكم، أول واحد اللي هو دوبيزيل، والتاني بروبرتي فايندر، والتالت اير بي ام بي. طبعا انتو فيكم تنزلوا هدول التطبيقات محل ما انتو ساكنين، يعني بأي بلد، وتحجزوا عن طريقه لحتى تكونوا مأمنين موضوع السكن. وطبعا بيضل أرخص من الفنادق هون بدبي، يعني هو في فنادق رخيصة وفنادق غالية، بس نصيحتي لإلكم لا، إذا انتو بتستأجروا بيت شقة استوديو أحسن لكم. هلأ أنا أخذت هاي الشقة أو بيقولوا عنا استوديو عن طريق تطبيق الاير بي ان بي بمنطقة الجيفيسي ب 360 درهم، يعني 100 دولار. طبعا اكيد فيكم تلاقوا ارخص من هيك عن طريق هذا التطبيق او التطبيقات الثانيه اللي انا ذكرت لكم اياها. وهلا رح فرجيكم هذا الاستوديو وشو الخدمات اللي بيقدموها هون بالبنايه. هلا اول شيء رح اخذكم لبرا لحتى اورجيكم كيف رح نفوت على البيت، فتعالوا. حساسات. ايه هلا هون كان الكوريدور عتمه. تعال نشوف الكوريدور. شو بدك تشرحي لنا هون؟ هلا هون انتم لما بتاخذوا هذا البيت بيعطوكم باسورد خاصه فيكم لحتى انتم تدقوا الباسورد ويفتح لكم الباب. طبعا في كاميرا مشان لما حدا بيدق الجرس بيطلع عنكم على الشاشه تحت مين واقف على الباب. حضاره يا عمي. وهي هي الشاشه. حلو. يلي انتم لما بندق الجرس بيطلع هون مين جاي لعنا. انا برايي لما بندق الجرس تعالوا شوي شوي وشوفوا مين. لا تستعجلوا. هو الفكره انه بالموبايل فيك تشوفي من الموبايل من لبرا، يعني كمان كله سمارت فون. والله هي حضاره. اوه هذا البيت. هذا البيت طبعا هو استوديو، هونيك الحمام هلا بورجيكم اياه. قعدة الكنباية هون كتير مريحة مع التخت، وأحلى شيء هون اللي أنا كتير حبيته بالبيت اللي هي الإطلالة، يعني أنا عشقي بصراحة البيت يكون فيه برندا. فراح نطلع لبرا. الأرض حاطين عليها كازون، والقعدة هون كتير حلوة. خليني صور بلا لتحت. شوفوا المسبح شو حلوة القعدة فيه. هذا من ضمن الاجاره طبعا. هون في بار، هون في بار، يعني مو بار مشروب كحول، يعني عصير مع عصير، شو ما حدا فهمنا غلط. هون كمان هيك كلها غرف ممكن تستاجروها. في معلومه حابه اخبركم اياها، بكل بنايه من اماره دبي بتلاقوا دائما في عندهم خدمات كتير حلوه، اللي هي المسبح، النادي، ملعب تنس، كره قدم، يلي بدكم، يعني كل شيء نشاطات بتلاقوها موجوده بالبنايه. هلا مثلا البنايه اللي نحن موجودين فيها فيها مسبح، فيها نادي، وكمان فيها كافيه، يعني انتم حبيتوا تشربوا فنجان قهوه بدل ما تروحوا مشوار بعيد وتشربوا فنجان قهوه، تنزلوا لتحت وبتشربوا فنجان قهوه بالكافيه. حتاخذين دوره فيها؟ ايه رح اخذهم دوره فيها، ودوره بالمسبح، ودوره بالنادي، يعني بس لحتى نخلص جولتنا بالبيت وورجيكم شو فيه وشغلات كثير حلوه. ارجينا شو فيه. تعالوا بيجي عندكم هون. طولي بالك في اكس بوكس، تلعبوا قد ما بدكم اكس بوكس. احذري شو، انا مثل كل الستات مستعجله لحتى اورجيكم اساس البيت، التلفزيون، الطاوله، الكنبايه، بس سوري بعتذر كثير من الشباب اللي هو اهم شيء موجود بهذا البيت اللي هو الاكس بوكس وهي الجويستيك. جويستيكتين، يعني واحدة لك وواحدة لوارك. فوتينا على الحمام. طاولة كتير حلوة. عن جد طاولة حلوة. هو البيت كله هيك ململم ظريف. نعم. هات الحمام هاي. هلا هون الحمام كمان ناعم.
نايس. هاي هاي انا. هلو. انزل علي مي هلا. هاي هون التواليت وهي هون المغسله. المغسله شوفي شو اكابر صحيح حاطين كله نظيف ومرتب. هي بعرف نازعه اكيد لانه انا بعرف انه هو بينكم. اوكي نرجعه. تعالي. هلا انا بصراحه بحب المطابخ الكبيره بس ما بعرف هون وقت ما اجيت على دبي البيوت لما عم شوفها عم شوف انه عندهم اياها كلها مطابخ امريكيه فهذا الشيء عن جد كثير حلو ما بعرف بحس اخف عجقه. هلا هون هي عندهم الغاز فرن ميكروويف وهي حبيبه قلبي مشان نعمل اسبريسو شيء ثاني بنعمل المشككه المجله كتل المي هون مشان نحط وشربانين نحن نسكافيه وهي كان حاطط لنا نسكافيه وسكر. واكثر الشيء الحلو هون انه العالم لما بتجي اللي مثلا ما كثير في منهم بيعرفوا دائما نحن حافظين البرادات بتكون هيك ظاهره هون كل البرادات مخفيه. انا هيك كنت مفكرتها خزانه قام طلع لا لحظه براد. والاضافه وهون في فريزر ما صورتي من فريزر. اي والله هاي الفريزر 3 دروج كمان حاطين بقلبها في ثلج. نايس. وهون الخزانه. هلا نحن بقلب الخزانه سوري على الفوضى بس حاطين اغراضنا والشناتي وهالدنيا والقصص. هلا في شيء حابه اخبركم اياه يمكن كثار منكم يقولوا لي انه ديالا ب 100 دولار كثير غالي. هلا هو مزبوط بس اذا بدكم تروحوا تقعدوا بشيء اوتيل انتم حتدفعوا اكثر من 100 دولار فلا بالعكس كونوا لحالكم خذوا استوديو بهي المواصفات الحلوه ب 100 دولار كثير منيح. انا عم حاول صور لكم كل شيء حتى يكون عندكم خيارات كثيره من الغالي للرخيص وانتم فيكم تختاروا اللي بدكم اياه. فيكم تتفقوا مع صاحب البيت انه تاخذوه شهر تقريبا 7-8000 درهم يعني هيك بيرجع ارخص لكم. حسكر البرادي لحتى اورجيكم الاضاءه كيف عم بتكون بهذا البيت. يلا. على فكره في عاده لما بتسكر بطل تسمع شيء برا. كيف شلون صار جو البيت؟ لحظة يا عيني ها شايفين هيك الإدارة. تعي حاخذهم دلهم على وحدة وحدة. هلا هون فيكم تختاروا انتم اللون اللي بدكم اياه مثلا بحط انا هلا هو لحظة شوي هو هون هلا لونه أزرق شو بدك تحطي؟ مثلا خليني احط ريد دارك ريد. هون دارك ريد صار دارك ريد. ممكن مثلا تتحكموا فيه لليوتيوب يعني مثلا هون بتحطي انت الموسيقى اللي بدك اياها. تعال نحط موسيقى والله تحت play relaxing music on the TV on YouTube بركب الفوق. All right playing a YouTube music. حنوطي شوي الصوت مشان حقوق النشر. هذا النظام الثالث هلا هون حاطط كمان جوجل. اي اوكي جوجل turn off the TV. Turning off the 65 puts 7374.56. Thank you, Google. آخر الشيء بالبيت اللي هو هذا الاختراع العظيم هو فلتر للهواء كتير حلو. هلا هو ليكو شغال ميان. حدا إجا؟ ما بعرف من بعد لنا. ما بعرف من بعد لنا أكيد. It's W1110. ما عندنا حدا اسمه. E111. No, this is W. If you want to bring more, it's okay. Sorry. Bye. حرام طلع غلطان قلنا لحالنا شي حدا بعد النقطة. اجتنا رزقة تأكل. نرجع معناتها اشرح لكم على هذا الاختراع اللي كثير حلو. اخر شيء رح اشرح لكم اياه بالبيت اللي هو هذا الاختراع العظيم هو فلتر للهواء. هلا شغال لانه انا مسكره باب البرندا بس لما افتحه رح يطفي فصور لهم هون شوف شو حاعمل. شغال يلا عم بفتح. طفى فورا والله. طفى؟ ايه طفى. فرجتكم كل شيء هون بالبيت بقيان اوضه السفره بس نحن اسفين في عليها اغراض ولابتوب وارف لانه كان عم يمنتج. هذا مونتاجي هون بمنتج يا جماعه وهون ديالا عملت لكم مقدمه. يب. وهي اغراضنا المتواضعه. نايس. هلا رح البس انا بوطي بعدين رح اخذكم جوله تحت لحتى اورجيكم المسبح والكافيه والنادي بس في معلومه حابه كثير خبركم اياها انه يا جماعه هذا الفلوج
ما في ابدا اي سبونسر او اي راعي لهذا الفلوج. نحن كتير كنا حابين انا وارث لانه كان في كتير اسئله عم بيبعتوا لنا يا جماعه نحن بدنا نجي على الامارات شو بدنا نعمل انتو شو عملتوا شو ساويتوا. فنحن حبينا نقدم لكم هذا الفلوج لحتى تعرفوا فكره عن السكن من الغالي للرخيص، كيف فيكم تاخذوا البيت، كيف فيكم تستاجروه. احذروا شو اللي صار انه نحن حجزناه بس يوم واحد لحتى نصور لكم انه هيك نوع من البيوت شو بيجي فيها الاسمار وارخص من الفنادق وكيف الجو بيكون فيها. ونحن بصراحه كنا كتير حابين بس انه لكم والله نحن ناخذ اكيد لا لانه ما عم نطلع مصاري كثير لحتى نحن ناخذ $100 باليوم. رح قوم البس لاخذكم جوله، تعالوا معي. بس منع الطابق الخامس نروح نشوف المسبح. شوفوا ما احلى. واو المي يا جماعه دافيه، يعني لا تقولوا شتوية وما فيكم تسبحوا، لا فيكم تسبحوا والهوايات بجننوا. الشيء اللي كتير حلو هون انه في عندكم شزلونات، في هونيك بوفيه مشان اللي حابب يطلب شيء اكل او اي نوع من المشاريب. هون القعده كتير حلوه ونحن موجودين. ارجيكم من نحن بالطابق ال 11. هون في قاعدة تانية هيك بتحسوها خصوصية، عاملين مسبح صغير وبعتقد هاد خرج الولاد الصغار او اللي حابب هيك يقعد لحاله بدون ما يقعد برا انه عجقة وعالم. معناتها هلا بدي اخذكم عالنادي. نستخدم الكرت ونفوت. ما شاء الله النادي كبير ومنيح، في عندهم 4 أجهزة مشي وكل شيء، في صدر ظهر، في دامبل، أوربت، بايك، يعني والله نادي كامل من مجميعه وفي كل شيء. هون شكله وارف حيروق كثير. وصلت هلا على منطقة اسمها سيتي سنتر الديرة ورايحين سوا على اوتيل اسمه IBIS. رح شوف في غرف انه خرجة تكون مثلا اللي حابب يجي لهون ما بده يتكلف كتير، نشوف غرف تكون اقل من $100. هذا الشيء حنشوفه هلا من هون المدخل وصور لكم الغرفة. تعالوا. طلعت على الطابق الثالث واخذت الكرت تبع الغرفة لانه هي الغرفة هي قاعد فيها رفيقنا، تعالوا ورجيكم اياها. هلا هاي الغرفة هون بيجي فيها تختين، في اطلالة حجنانة والخزانة، في خزنة وبراد، في كتل للمي، يعني الغرفة ناعمة وململمة. هاي هون الشاشة وهون وهون الحمام، هي البكادوش والبيداي والمغسلة. هلا اللي حابب يستأجر بهيك اوتيل ويقعد فيه فهو بيقدر يجي ياخده تقريبا باليوم $86، وقعدة مثل ما شفتوها كتير ظريفة ومريحة، يعني تمشاية حال لبال ما انتو تقدروا تضبطوا اموركم وتلاقوا بيت وتقعدوا فيه. هلا هاخدكم عبيت تاني، تعالوا معي. في شيء كتير مهم لازم تعرفوه ضروري جدا انه الاسعار دائما بتتغير، فيفضل انه تفوتوا على موقع اي فندق وتشوفوه قبل الحجز. وانتبهوا يا جماعة انه هن بيكونوا كاتبين السعر فبتروحوا انتو بتنصدموا بيطلع في ضرائب لسه، فانا برأيي انه انتو تتأكدوا من السعر بعد الضريبة وبتختاروا اللي بيناسبكم. وطبعا كل شيء اسعار عم خبركن عنها هي محسوبة مع الضريبة. هلا انا باول الحلقه فرجيتكم استوديو غرفه كتير كبيره مع الخدمات اللي فيها، هلا رح فرجيكم بيت غرفتين وصالون مفروشين تقريبا ب $6,000 بالشهر، فقوموا معي رح تعملكم جوله بالبيت والخدمات اللي موجوده بهالبنايه. تعالوا. اول شيء رح نبلش بالمطبخ الامريكي اللي بيجي فيه الغساله، الغاز، الميكروويف، البراد، يعني مجهز من كل شيء. هون في طاوله الصفراء، انا هون كنت قاعده هلا عم صور، وهي الشاشه حاطة على الفلوج تبع السفاري، اللي ما حضر فلوج السفاري حضروه لانه كتير حلو. وهون الصالون. هلا في شيء هون بالصالون انه الشباك مسكر ما فيكم تفتحوه، بس طبعا فيكم تشغلوه هون في كونديشن.
فبتغير جو البيت. هلا منروح على اول غرفة اللي هي هاي، وبرا في برندا، وهون في حمام خارجي، في غرفة تانية كمان بيجي معها حمامة، وفي هون كبسة خارجية اللي هي لكفاية المي. بس هلا راح نطفيها. وبرا البرندا. هلا القعدة هون كتير حلوة وراي أو لذيذة، اللي بيحب يشرب فنجان قهوة الصبح كتير حلو. تحت في المسبح وملعب التنس والسلة. طبعا هلا عتنا، ما بعرف اذا مبين معكم بس رح ننزل لتحت ورجيكم كيف عم بيكون الجو. وهون الشارع العام، وانا وقفت فوق الكرسي عشان اقدر صور لكم. هلا هذا الفلوج يا جماعه فيه كثير نصائح، فانا بنصحكم انه تجيبوا ورقه وقلم وتقعدوا تكتبوا اول باول المعلومات اللي عم خبركم عنها. النصيحة العاشرة اللي صارت انه انتو لما بتكون تروحوا تستأجروا البيت، فدائما اسألوا اللي عم بيأجركم او اللي عم بيعطيكم البيت انه هو هذا المبلغ متضمن فيه كل الاشتراكات. يعني نحنا مثلا اخذين هذا البيت ب 6000 درهم متضمن المكيف، بس عم ندفع زيادة بين 800 لل 1000 درهم يلي هو اشتراك الغاز، الكهرباء، الانترنت والمي. فدائما انتو لما بكون تروحوا تستأجروا تأكدوا من هدول القصص، انه قلوا له انه اوكي 4000 درهم 5000 درهم شو متضمن. هي كتير مهمة. هلأ تعالوا معي لحتى ورجيكم المسبح وهالقصص تحت. ننزل على الطابق تحتاني بالأول. هلأ هي المسبح الأول، نروح هيك. هون في ملعب، هون في ملعب تاني تنس، هاي النادي، في عالم بتتمرن جوا، وهون ملعب السلة. هلا يمكن كان لازم صور لكم بنهار، بس اليوم كان كثير في عنا شغل وصورنا كذا قصة. هلا رح نطلع لفوق لأنه لازم حاكيكم الحديث الأخير يلي انتو لازم تعرفوا بقى آخر الشيء، شو القصص اللي لازم تعملوها، شو الشغلات اللي لازم تعرفوها أكثر. رح يكون معي وارف كمان، فتعالوا نرجع لفوق. وهي يا جماعة رجعت طلعت لفوق وجهزت الكاميرا، وعارف هلا رح يجي بس ناطرته. يا وروف وين كنت؟ وين كنت؟ عم جيب هي هلا بنحكي عليها. كيفك شو اخبارك؟ والله تمام الحمد لله. اللي مش بتعرف اصلا انه ما شايفين بعض. اي سوري انا طالع من الحمام. نعيمة. اول شيء بنعتذر كثير على التأخير يلي صار بالنسبة للفيديوهات. أيوة، كنا شوي مشغولين بموضوع الإقامة، بنحكي لكم عليها، يعني بنعمل لكم حلقة خاصة بالموضوع. صح. شو عم تحاكيون هالمرة؟ عن شو؟ هلا اللي عم حاكيون انه صورنا نحن كل شيء عن السكن، كيف بيقدروا يجوا يستأجروا ويسكنوا، كيف بدهم يلاقوا بيت، عن طريق شو المواقع اللي بدهم يلاقوها اللي ذكرت لكم اياها اول شيء الثلاثة. هلا بس في شغلة انا كثير حابة اني اقول لكم عليها، يلي هي انه نحن عم نعطيكم السكن واسعار البيوت ضمن إمارة دبي. صح. بس كنصيحة منا تقدروا تروحوا تلاقوا بالشارقة، بالديرة، بعجمان، بالعين، يعني إمارات تانية بتجي أرخص من دبي 100%. يعني خاصة كبداية، يعني كبداية، لأنه أنتوا كبداية تجوا تعيشوا بدبي فكتير غالي. هلا أنا بس بدي لكم شغلة كتير ضرورية، يلي هي إذا فتوا على الجوجل بتكتبوا تحويل من درهم إماراتي إلى دولار. حلو. ففي آلة حاسبة بتحطوا قديش الدرهم الإماراتي، مثلا ديالة ذكرت مثلا 4000 5000، فورا بتحطوا مثلا هون حاطين مثلا 7000، ما بعرف زنبينه، فبتحطوا انه بيطلع مثلا انه 1905 دولارات هيك شيء، يعني عشان اذا حابين تحولوا انتو. تمام. هلا الشغلة كمان اللي بحابب احكي عنها انه اجار البيوت هون بدبي فيكم تاخذوا مفروش وفيكم تاخذوا غير مفروش. يعني غير مفروش يعني عن جد ما في شيء، يعني ولا طاوله ولا كرسي هيك فاضي ولا شيء. ولا شيء. فانتوا فيكم تروحوا تشتروا الاغراض، يعني اول شيء ارخص.
من كون تاخذوه مفروش بدل ما تدفعوا مثل ما نحن هلا مثلا عم ندفع نحن تقريبا 6000 درهم مفروش مفروش معنا مثلا رفينا ومرته بدل ما مثلا تشاركوا مع حدا ممكن انتم تاخذوه لحالكم بس تاخذوه غير مفروش وفي المفروش بيجي اغلى ففيكم انتم تروحوا على الشارقه ممكن تحصلوا مثلا استديو 17000 درهم وانتم تفرشوا شلون بدكم تفرشوا من كاربور او من موقع مثلا هذا الابلكيشن دوبيزيل دوبيزيل بتاخذوا مثلا شغلات رخيصه او فيكم تشتروا يعني هون الاسعار الالكترونيات عن جد صدقا كثير رخيصه يا جماعه يعني 100% يعني نحن مثلا نحن من سوريا فمثلا الشاشه اللي ممكن تاخذها ب 4 ملايين من سوريا هون بتاخذها بمليونين صح فهون دائما عندكم نحن ان شاء الله هيك طلبنا نروح نصور لكم بكارفور بيعملوا مجله شوفوا قديش شيكه سوبر ماركت طبعا عندهم شي 90 100 فرع ما بعرف كم فرع بكل الامارات صح فانه بيحطوا هيك اسعار وبيحطوا عروض انه هذا مثلا المجله هي كل 6 ايام تتغير فانتوا فيكم تشتروا شاشات فيكم تشتروا غساله فيكم تشتروا برات فيكم تشتروا اللي بدكم اياه كارفور كتير دائما بيعمل عروض فيكم تروحوا والله ماركات يعني ماركات يعني كل شيء عن جد كل شيء بدكم اياه حتى ليكو حتى الفواكه والخضره حتى الفواكه والخضره واللحمه عاملين عليها عروض والله يا كوتش انه نحن بدنا نحط مثلا 25000 درهم بالسنه انه نحن ما حيكون معنا مصاري هلا بجوز انه انت ما يكون معك مصاري بس هذا موضوع مختلف هو موضوع العمل بدبي صح. موضوع مختلف بس اذا اشتغلت بدبي حتقدر انك انت تقسط وتزبط امورك وتستاجر بيت وتشتغل ويعني على 24 وبدي لكم كمان شغله انه فيكم تتفقوا مع صاحب البيت انه مو كل المبلغ تحطوه دفعه واحده ايه هي معلومه كثير يعني فيكم انه مثلا تقولوا له نحن مثلا تتفقوا معه انه انا بدي ادفع 12 شيك يعني كل شهر بدفع انا ايجار فانتم مبلغ اللي حيصير مثلا 25000 ولا 30000 ولا 40000 درهم يلي هو انتم حسب العقار اللي انتم بتلاقوه مناسب لكم فيكم تقسطوه كل شهر بشهره انا كثير عرقان لانه طالع من الحمام ان شاء الله بس نعمل الاقامه من هون رح نقدر نسافر على غير بلدان ونصور لكم نرجع على سوريا نصور بس نحن عم نستنى هون موضوع الاقامه كثير ضروريه مشان نحن نقدر نسافر على مصر نقدر نسافر على السعوديه نقدر نسافر على الأردن على يعني عراق يعني المغرب كثير ضروري انه تطلع الاقامه من هون صح. ونقدر نراجع السفارات فهمتوا علي نحن شو فكرتنا ليش طولنا هون احنا اساس طالعين شهر ونحن رجعنا مددنا 3 شهور كرمال هذا الموضوع لتطلع الاقامه ما كان تطلع الاقامه طبعا بالنسبه للاقامه نحن حنعملكم فلوج لقدام نخليكم تعرفوا لما انتم بدكم تطلعوا الامارات كيف بدكم تزبطوا موضوع الاقامه والشغل معناتها الفيديو بده يكون اقامه والشغل يا عيني عليك لانه حذروا شو انتم اوكي نحن طلعنا على بلد جديد لقينا سكن لنفترض انه نحن لقينا سكن اذا ما اشتغلنا ما حيمشي الحال انه نحن نستمر بالبلد اللي انتم حتطلعوا عليه صح فلازم انتم تزبطوا موضوع السكن هي اهم شيء بعدين بتزبطوا موضوع الاقامه بعدين الشغل بعدين بتجي بقى بقيه الترتيب اللي هو بدنا ننصحكم عليها اللي هي السياره اغراض البيت منكم تجيبوها كثير شغلات يعني هي بتجي معكم لسه على قدام فشوي شوي نحن حنصير نشرح لكم من خبرتنا اللي نحن عم بتصير معنا هون شو عم يصير معنا عم نحاول انه نحن ننقل لكم الصوره ننقل لكم في مفاجآت كتير عم يعني كتير حلوة على الطريق إن شاء الله وشغلات كتير مجنونة حنعملها إن شاء الله بس كثيراً. شكراً كتير أنكم تحملتونا خلال هالفترة صح. ومنوعدكم نحن كمان بالنسبة لكتير من سوريا عم يبعتونا أنه ليش ما صورتوا بهالمحافظة في كتير محافظات قصرنا فيها حنرجع نصورها كلها طبعاً حننتقل على غير بلدان لأنه هذا محتوانا نحن محتوانا سياحة فما بكفي بس سوريا لازم نصور الأردن لازم نصور العراق السعودية كل الدول العربية إن شاء الله وتروح لعند أصلاً نروح نصور بالجزائر والمغرب في شغلة بس إنن كتير عم يطلبوها دائماً بيتواصلوا معي على الإنستغرام هي مو دعاية للإنستغرام بس لسه ما تابع الانستغرام تبعي وار تفهم يا هون ما بدي حطه هون هون حط الانستغرام تبعي هون وانه نحن دائما عم يبعثوا لي العالم بدنا اياكم تصوروا لنا انت وارف بالبيت بنوتتكم يعني هيك تتقربوا منا اكثر فنحن ملاقيين شوي الموضوع صعب بس خلص وعد رح نبلش نصور لكم حيكون محتوى سياحي وعائلي ما بعرف كيف حنظبطها التنتين بس انه خلص وعد انا عم منتج الله يكون بعوني الله يوفقك يا رب ويقويك ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هالحلقه لانه ديالا اخذتني لشي 12 بيت لاخر شيء اعتمدنا شو نصور لكم شو بدنا نحكي لكم شو تجربتنا كانت شخصية بإمارة دبي مزبوط ونصيحة أخيرة إنه دائما
شوفوا فيديوهات بتحكي عن الإمارات، بتحكي عن السياحة، بتحكي عن كذا، مو بس نحنا، شوفوا كمان غيرنا، وإذا في شيء أي معلومة حكيناها نحنا غلط اكتبونا إياها تحت بالتعليقات. إيه في معلومة اللي حابة أقولكم عليها من خبرتنا نحنا، إنه لما بتكون تروحوا تاخدوا بيت حاولوا خدوا بيت فاضي، معلش أمركم لله خدوه فاضي، جيبوا فرشة، أهم شيء توصلوا الإنترنت عليه، أهم شيء الإنترنت، لأنه وبراد على فكرة ولا البراد صغير، يعني ممكن تلاقوا براد $200 عن جد، والله برادات صغيرة. إيه يعني معلش الواحد بيبلش حتى لو البيت فاضي فيه هالفرشة على الأرض، وهيك أساساً أنتوا حتقضوا أكترية الوقت أكيد ما لكم قاعدين بالبيت، حتطلعوا لبرا وتدوروا على شغل وتمشوا بالشوارع وتصوروا هالقصص. خلاص هنعمل لهم حلقة عن الإقامة والشغل بدبي، لأن المبالغ اللي أنتوا عم تسمعوها أكيد كبيرة بالنسبة لنا، كتير كبيرة، بس طبعاً. إذا اشتغلنا فبتحصلوا هذا المصاري، وبت شاء الله فيكم تصيروا تاخذوا قروض من البنك، يعني خلاص اموركم ان شاء الله بتتيسر. انتم بدكم تعرفوا شغله واحده، انه شلون السوريين او العرب بشكل عام عم يعيشوا بدبي، شلون عم يضبطوا امورهم، فما في شيء، يعني ما في شيء صعب عليهم، اكيد ما راح يكون شيء صعب عليكم. طبعا بحبكم كثير كما كنت وجاري ديالا، ان شاء الله تكونوا انبسطتوا بهالفتله، هيك كنتوا عم تشوفوني شوي لابسه هيك شوي لابسه هيك، بس تم تصوير هذا الفلوج على مدار يمكن يومين ثلاث ايام ونحن عم نصور، فما قدرنا نصور لانه كل شيء بيوم واحد، بس هلا انطرونا بفلوجات كثير عن جد، والله العظيم حماسيه. يب بنحبكم كثير، سلام، باي. ما زبط، انت اعملي وحده هيك، باي باي. لا لحظه، انا بعملهم هيك.